انظر إلى عباد الرحمن كيف يهتمون بأمر الذرية، كيف يهتمون بالأزواج بالأسرة. عباد الرحمن شعلة في بيوتهم، عباد الرحمن نور في بيوتهم، عباد الرحمن يحبون أهل بيوتهم من زوجة وأولاد وأبوين وإخوان وغير ذلك، يحبونهم، يحبون لهم الخير، يسعون في جلب المصالح الدنيوية لهم ويسعون في جلب المصالح الدينية لهم، بمعنى أنهم كما أنهم يسعون لهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد والوالدين في جلب الرزق وفي جلب الرزق الحلال، أن يؤكلوهم الحلال وأن يشربوهم الحلال وأن يلبسوهم الحلال وأن يعني يسكنوهم في دار من الحلال وغير ذلك، يسعون لهم في المصالح الدنيوية وكذلك يسعون لهم في المصالح الدينية، يحملون هم الذرية، هم الأولاد، هم الزوجة، هذا الهم الذي يشغلهم، ولذلك يجتهدون في إصلاح هذا البيت وفي إصلاح هذه الأسرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الرحمن يصهرهم أمر الأولاد، يصهرهم أمر الزوجة، يصهرهم أمر البنات، يصهرهم أمر الأسرة عموما. ما معنى يصهرهم؟ أي يقض مضاجعهم، يقومون الليل لأجل أن تصلح الذرية، يجتهدون في الدعاء لأجل أن تصلح الذرية، يسعون بالأسباب، أسباب يعني لأجل أن تكون هذه الذرية صالحة نافعة للأمة، صالحين مصلحين، ليكونوا صالحين وليكونوا مصلحين وليكونوا نافعين. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا شيخ من شيوخ الإمام مالك، من شيوخ الإمام مالك، كان يقول لولده: يا ولدي لأزيدن في صلاتي لأجلك، يا ولدي لأزيدن في صلاتي لأجلك. ما معنى لأزيدن في صلاتي؟ أي سأقوم الليلة وأزيد الركعات لأجلك، لأجل أن يصلحك الله. تأمل هذا الكلام من هذا الإمام العظيم الكبير من كبار أئمة المدينة، من الفقهاء السبعة شيوخ الإمام مالك رحمهم الله تعالى. يا ولدي لأزيدن في صلاتي لأجلك، بمعنى إذا كنت سأصلي بالليل 4 ركعات أو 6 ركعات سأصلي 10، سأزيد 4 ركعات أو 6 ركعات لأجلك، بمعنى أنني لا أقوم الليل لأجلي أن أنقذ نفسي فقط من النار، بل لأنقذك أنت أيضا يا ولدي. وهنا لا يتكلم مع ولده فقط، وإنما يتكلم مع أسرته عموما، مع ولده ومع أسرته عموما. هكذا أيها الأحبة، من منا أيها الإخوة والأخوات، من منا استيقظ في الثلث الأخير من الليل وتوضأ، ربما الماء بارد وربما الجو بارد، وتوضأ وصلى ركعات في الليل في الظلمة ولم يوقظ يعني يشعر به أحد إلا الذي خلقه، وبدأ يسجد ويبكي على الله: يا رب أصلح زوجتي، يا رب أصلح أولادي، يا رب أصلح لي شأني كله، يا رب أصلح لي ديني، يا ربي أصلح لي دنياي، يا ربي أصلح هؤلاء الأبناء النائمين، كي يستيقظوا يصلوا صلاة الصبح، وكي يؤدوا الفرائض في وقتها، وكي يؤدوا واجباتهم الدنيوية والدينية على أحسن حال، ولكي يكونوا من أهل الحلال، ولكي يكونوا ممن يتصدقون علي بعد الممات. يعني من أجل اهتمامه بأمر الذرية، قد تجد الإنسان تنغصه مشكلة عند ولده أو مشكلة عند ابنته، فلا يرتاح ولا ينام، وربما لا يأكل، وربما يسهر ليالي، لأن ولده ما نجحش في البكالوريا، أو بنته مريضة، أو يعني ولده عنده شي مشكل في الخدمة أو كذا. هذا أمر مهم أن تهتم بأولادك في الجانب الجوانب الدنيوية، ولكن واش كنهتموا لهم؟ هل نهتم بهم نفس الاهتمام في أمور آخرتهم؟ هل نهتم؟ هل يبكيني أن أولادي لم يصلي الصبح في الوقت؟ هل يبكيني أن أولادي لا يحفظون القرآن؟ هل يبكيني أن أولادي يتهاونون في الصلاة؟ هل يبكيني أن أولادي يتعاملون معاملات محرمة؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون اهتمام عباد الرحمن. ولذلك حينما يشعر عباد الرحمن بخطر
على أبنائهم يتوجهون إلى السجود، يتوجهون إلى السجود، يتوجهون إلى البكاء على الله سبحانه وتعالى لكي ينقذوا هؤلاء الأبناء، لأنهم يعلمون أن أعظم سلاح هو الدعاء، أعظم سلاح ضد يعني هذه الفتن الدنيوية، فتن الأولاد، فتن يعني المجتمع، فتن الأسر، فتن يعني العمل، فتن المال، فتن هذه الفتنة التي نعيش فيها، نسأل الله السلامة والعافية. أعظم سلاح هو الدعاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذه الصفات 13 أو 14 ختمها بقوله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يلتفت إليكم ربكم لولا دعاؤكم. شوف الدعاء هو الذي يجعل الله تعالى يلتفت إلى عبده فيجيب دعوته ويفك أسره ويجبر يعني كسره ويعني يقضي حاجته ويزيح مرضه ويزيح مشكلته. الدعاء الدعاء الدعاء، ومن أعظم الدعاء الدعاء للأولاد، الدعاء للزوجة، الدعاء للأسرة، الدعاء لنفسك ولذريتك ولأولادك، ثم للأقرب فالأقرب، ثم الدعاء لسائر الأمة لكي تصلح سائر الأمة، لأن إذا صلحت الأمة صلح أفرادها وصلحت أسرها وصلحت أوطانها. الذين لا يدعون مع الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما معنى قرة العين؟ قرة العين علامة على الطمأنينة. متى تستقر العين؟ إذا كانت مطمئنة. ومتى يكثر الرمش في العين؟ تلقى الإنسان إذا كان ليس مرتاحا داخليا. الطبيب لما كتجلس عند الطبيب النفسي كيشوف لك أول حاجة في عينك، واش مرتاح ولا ما مرتاح، كيقرأ قراءة نفسية من خلال عينك، واش العينين ديك تيرمشوا بكثرة أو بقلة أو عادية. إذا كان الرمش بكثرة علامة على أنك لست مرتاحا، عندك مشكلة، عندك شيء يشغلك داخليا. فلذلك قرار العين علامة على سلامة الصدر وطمأنينة القلب، فهذا القلب المطمئن صاحبه يكون مرتاحا، صاحبه يكون مرتاحا ويكون يعني مرتاحا في سائر حواسه، وتظهر راحته النفسية في عينيه أولا وفي سائر حواسه. نعم أيها الأحبة، هكذا عباد الرحمن، هكذا عباد الرحمن وصفهم الله تعالى حين دعائهم، حين دعائهم لذرياتهم ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي أن تستقر عيوننا وتطمئن قلوبنا، وأن لا نرى من أزواجنا وأولادنا إلا ما نحب. يا ربي أرنا من أزواجنا ومن أبنائنا ومن بناتنا كل ما نحب، ومن أحفادنا، لأن الولد هنا يشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير ويشمل الحفيد وابن الحفيد وغيره، اللي كنسميه حنا في سلا ابن الحفيد، كنسميه في سلا البيط. البيط يعني ابن الحفيد، ولد الحفيد ديالك. الحفيد هو ابن الابن أو ابن البنت، وابنه يعني يسمونه هنا في سلا بن البيط. فهؤلاء الذين هم يعني من ذريتك تحمل همهم أيضا، لأن يعني مصلحتك في مصلحتهم ومصلحتهم في مصلحتك، صلاحك ينفعهم وصلاحهم ينفعك، جميع من خرج منك صلاحهم ينفعك. شوف في سورة الكهف ماذا قال ربنا عز وجل، قال يعني في السؤال الثالث ديال القصة ديال موسى مع الخضر عليه السلام، قال: وأما الغلام فكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أهل التفسير قالوا أبوهما هنا ليس الأب المباشر باهم اللي ولدهم، وإنما الجد السابع، الجد السابع صلاحه وصل إلى الحفيد السابع. سبحان الله، الجد السابع نفعك صلاحه، باك وباك وباك يعني أباه وباه وباه وهكذا، يعني نفعك صلاحه الجد السابع، وأنت أيضا صلاحك ينفع حفيدك وحفيد حفيدك إلى الحفيد السابع. شوف يعني صلاح الدرية ينفع الآباء
وينفع الأجداد، وصلاح الآباء والأجداد ينفع الأبناء وينفع الأحفاد. وإذا أمر الذرية بيّن أن عظيم، وهذا الصلاح ينبغي أن يهتم به عباد الرحمن، أن يهتموا بهذا الصلاح والإصلاح، أن تهتم بكل ما يصلح ذريتك وكل ما يصلح أولادك من جانبهم المادي المعنوي الأسري الفقهي العلمي المدرسي، يعني جميع الجوانب تهتم بها، لأن صلاحهم يعني ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. وإهمال هذا، إهمال الأبناء وإهمال الزوجة وإهمال البيت وإهمال الأسرة، يؤدي إلى الخراب والشتات والعياذ بالله. الأسر اللي كتلقى فيها أبناء متشردين وأبناء يعني أصلها تشتت الأسرة، لأن البعد عن الدين، لا يقرأ القرآن، البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، معناه أن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة يدخله الشيطان، وعكسه صحيح، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان أبدا. ما نخليو الشياطين تدخل البيوت ديالنا، شياطين الجن وشياطين الإنس، باش ما تخربش الأسر ديالنا. نهتموا بالأسر، نهتموا بهاد البيوت، نهتموا بقراءة القرآن فيها، نهتموا بالأذكار اليومية بالأوراد اليومية، يعني صباحا ومساء، ذكر الصباح ذكر المساء ذكر الليل ذكر النوم، قراءة القرآن، يعني لكي تصلح بيوتنا ونشيع يعني الرحمة والسكينة في بيوتنا، لأن البيوت سماها الله تعالى مساكن، كما سمى النساء مساكن، سمى المرأة سكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، إذن فهن سكينة، هذه الأزواج سكينة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهن سكينة. وسمى الله تعالى أيضا البيت الذي يسكن فيه الإنسان سماه مسكنا، أي يجد فيه سكينة. وهذا البيت لكي يكون مسكنا وفيه سكينة ينبغي أن يطرد منه شياطين الجن وشياطين الإنس. شياطين الجن، الشياطين اللي قرأت عليهم القرآن وآيات الكرسي وسورة البقرة يذهبون يفرغون البيت، وشياطين الإنس الناس اللي فيهم الغيبة والنميمة والتبرقيق على البيت وتجبدوا المشاكل والفتن في البيت، هؤلاء ضررهم أكثر من نفعهم، ينبغي أن لا يدخلوا إلى بيوتنا، وينبغي أن لا نفتح لهم بيوتنا، بل نفتح بيوتنا لمن ينفعنا وينفع أسرنا وينفع يعني أهلينا. إذن عباد الرحمن يحملون الهم للأسرة، عندهم هذا الهم ديال الأسرة أهم أساس يحملونه، ولذلك يدعون الله تعالى ليلا ونهارا في قيام الليل وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي الصلوات الخمس كلها، يدعون الله تعالى أن يصلح لهم أمر الذرية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي نكون أئمة لأهل الخير. كل من تزعم أمرا فهو إمام فيه، يعني مثلا هذاك اللاعب ديال اللي كنسميو حنا الكابيتان ديال الفرقه، امام ديال هذيك الفرقه، يعني زعيم زعيمها، امام ديال واحد الحرفه كيكون زعيمها امام، كيقولوا امام ديال ديك الحرفه. فعباد الرحمن يدعون الله تعالى ان يجعلهم ائمه للمتقين، بمعنى ان لا يجعلهم ائمه للعصاة، يخاف ان يكون اماما لاهل الباطل، امام لاهل المخدرات او امام لشربة الخمر او امام لاهل المعصيه المعينه، المعصيه كيولي امام ديالها، لكن عباد الرحمن كيقول يا ربي اجعلني امام ادعو الى الخير وامام لاهل الخير وادعو الناس الى فعل الخير واجتنب يعني الموبقات واجتنب المنكرات. ثم ختم الله تعالى هذه الصفات بذكر النتيجه، النتيجه النهائيه لعباد الرحمن الذين يطبقون هذه الوصايا ويطبقون هذه الصفات ويعيشون على هذه الصفات. النتيجة النهائية ما أعظمها من نتيجة، ما أعظمها من نتيجة، وهي الغرفة عند الله، الغرفة في الجنة. ماشي هذه الغرفة بحالنا احنا يا 4 متر على 4 متر غرفة محدودة، لا، الغرفة في الجنة ملك عظيم، ملك عظيم، يعني هاد النجوم اللي كنشوفوا الان في السماء هكذا تكون غرف اهل الجنه. راه الغرفه ديال ولدي، راه الغرفه ديال بنتي، بغيت نمشي عنده تيسخر لي الله تعالى واحد المركبه في رمشه عين اكون عنده، واجد تلك يعني الغرفه ملكا عظيما فسيحا، اشجار انهار طيور يعني ملذات، يعني لا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شجره واحده يمشي في ظلها شهر ولا يقطعها،
يعني هذا ملك فسيح، ملك عظيم، غرفات أهل الجنة، أولئك يجزون الغرفة. لكن بماذا؟ بماذا وصلوا إلى الغرفة؟ يعني هذه النتيجة بماذا حصلوا عليها؟ أنت عندما تسأل ولدك بماذا حصلت على هذه الشهادة العليا، يقول لك بالمثابرة، يعني بالاجتهاد، يعني بالحفظ، يعني بالحضور، بالمبادرة، يعني بالعمل، بالاجتهاد. وكذلك أكثر وأكثر في الآخرة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا، بما اجتهدوا، بما عملوا، بما يعني قاموا الليل وصاموا النهار. ماشي واحد قايم الليل وتيصلي وتيتصدق وفي النهاية تريد أن تكون مثله، لا، الدرجة تتفاوت. الله يجعلنا وإياكم من الدرجات العالية، ويتجاوز علينا الذنوب ديالنا، لأن ذنوبنا كثيرة جدا، وإلا ما رحمناش الله تعالى راه يعني أمرنا يعني صعب جدا. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وأن يوفقنا لما يرضيه سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا. والخرين شنو قال عليهم الله تعالى في جهنم والعياذ بالله، والعذاب ديالهم والألم ديالهم والشدة ديالهم؟ بما كفروا، بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل يجازى إلا الكفور. أما هؤلاء الله يجعلنا وإياكم منهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وترحب بهم الملائكة في أبواب الجنة، الملائكة صفوف يهنئون هؤلاء الداخلين، فلان هنيئا لك، هنيئا لك بدخول الجنة، مرحبا، الله تعالى يهنئك، الملائكة يهنئونك، ويلقون فيها تحية وسلاما. ومن أعظم نعيم الجنة أنه في خلود، ماشي نعيم ديال 24 ساعة. تصور معايا هذاك المجرم اللي تيقولوا له راه غدا عندك الإعدام، غدا غادي تموت، غدا يعني غادي تنفذ حكم الإعدام، وتيقولوا لي شوف اليوم الشواء، طلب يعني انواع اللحوم، طلب انواع الاسماك، طلب انواع الفواكه، طلب انواع ديال المغذيات، طلب جميع ما تحب، جميع ما تشتهي نعطيه لك اليوم، ولكن غدا راه يتنفذ حكم الاعدام. هل سيجد لذة في ذلك الطعام؟ هل سيجد لذة في ذلك الشراب؟ هل سيجد لذة في تلك يعني المشتهيات؟ لن يجد لها لذة، لان تيشوف غدا كاين الاعدام. ولذلك أهل الجنة هذاك النعيم أعظم نعمة فيه هو أنه مقيم، بمعنى أنهم خالدين فيها، ليس فيها حول، لا يبغون عنها حولا، لا يرحلون منها، ولا يمرضون، ولا يكون هناك منغصات، ولا يكون هناك يعني مشوشات، فهم دائما وأبدا في ذلك النعيم. وأعظم لذة في الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها، النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون الحسنى هي الجنة، زيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا كله يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة. قسم الله تعالى بالدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ونختم بالدعاء أيضا لنا ولكم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتصفون بهذه الصفات العظيمة في رمضان وفي غير رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستمرار والزيادة في الطاعة بعد رمضان، وأن لا يجعلنا من المنتكسين أو المتراجعين أو المتكاسلين بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا هذه الأيام المباركة، وأن يتقبل منا هذا الشهر المبارك، وأن يرفع عنا وعنكم وعن الأمة هذه الغمة. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظنا في أنفسنا وأبنائنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والشكر موصول لإخواننا في هذا الموقع الطيب المبارك الذي يبث الخير وينشر يعني الخير في هذه المدينة وفي هذا البلد الكريم كله. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يجزيهم خيرا على هذه اللقاءات الطيبة الرمضانية من قراء وأئمة وعلماء وغير ذلك من أنواع الخير التي نفعونا بها في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ومنهم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا إخوانا على سرر المتقابلين. والحمد لله رب العالمين.